طيب، الجمله اللي قالها المهندس عدلي انه الاستاذ مرتضى منصور رئيس الزمالك قال لك احنا فعلا رجعنا الدوري فاحنا اللي استفدنا اكتر، وكنا استفاد من استكمال الدوري لان احنا ارتقينا من المركز الرابع للمركز الثاني، وبيقول ان انا اصبحت مؤهلا للعب في دوري ابطال افريقيا وبقيت متخصص في كسب الاهلي، عكس الاهلي ما استفادش اي حاجه من عوده الدوري الا انه خسر من الزمالك بالتخصص قدام مرتضى منصور. طيب الكلام كده ماشي، طب والحقيقه ايه؟ ما دام حطينا الامور في الغربال، الحقيقه تاريخيا واللي بتحفظ قيمه المنافسه الرياضيه الشريفه وقيمه الحقيقه التاريخيه انه في خلال رئاسه مرتضى منصور لنادي الزمالك في الولايتين من 2005 و2006 ثم من 2014 لغايه الان، الفتره ديت في وجود مرتضى منصور على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأهلي والزمالك لعبوا مع بعض 24 مباراة. عشان نشوف هو الأهلي متخصص يخسر من الزمالك في وجوده. 24 مباراة قمة في ظل رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك ولقاءات القمة. إيه اللي حصل في الأهلي المتخصص للهزيمة؟ الـ 24 مباراة الأهلي فاز في كام؟ 15 مباراة. 15 مباراة من ال 24 فاز الأهلي. اتعادلوا 3 مرات. الزمالك فاز 3 مرات أو 6 مرات، منهم مرتين بركلات الترجيح. وركلات الترجيح يكسب ده أو يكسب ده سين أو صاد. لكن ما احنا كسبنا واحدة برضه بركلات الترجيح. كسبت ركلات ترجيح. لكن 6 مرات الزمالك فاز على الاهلي في وجود مرتضى منصور في رئاسه الزمالك، و15 مره الاهلي فاز. 15 مره. فقط في ظل رئاسه الاستاذ مرتضى منصور لنادي الزمالك. ده حفظا للتاريخ وللقيمه، لانه دايما وابدا الماتشات بتنتهي والارشيف بيتملي ومحدش بيرجع له. كلمه بتتقال ومحدش بيقف عندها. لكن